بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهاردة عن حاجة مهمة جدا، وهي الديفرنس او الاختلاف بتوين فور اند وايل. واظن الناس لو اتفرجت على الفور واتفرجت على الوايل تعرف الفرق لوحدها، بس خلينا نعمل الفيديو ده نعرف الفرق والدنيا ماشية ازاي. لو قلت لك ابسط مثال اللي قلته لك من اول ما بدانا، اطبع لي خمس جمل بالفور، هتقول لي فور انت اي ايكوال 0، اي اقل من ايه؟ اقل من او تساوي، خلينا نبدا من عند الواحد بلاش الزيرو اهو. الاي اقل من او تساوي الخمسه، واي بلس بلس. هقول لك سي اوت ايه؟ سي اوت هلو، جميل، اند لاين، تمام. لو قلت لك اعملها لي بالهويل هتقول لي هويل، وهويل معناها تول، ما الكونديشن ده بترو نفذ لي اللي جوه زي ما اتكلمنا ايه المره اللي فاتت. هاخد نفس الايه ديت احطها جوه واقول له هنا ايه، هقول له مثلا انت مثلا ايه كاونتر مجرد اسم متغير ايكوال زيرو. هقول له طول ما الكاونتر اقل من، خليها تبدا من واحد، تمام، طول ما الكاونتر اقل من او تساوي الخمسه، صح؟ وعشان ايه ما يفضلش يلف ايه في انفينيتي، يعني ايه انفينيتي الى ما لا نهايه، باجي هنا اقول له ايه كاونتر بلس بلس، عشان لما يلف اول دلوقتي بواحد، يلف اول مره تبقى بكام؟ دي كانت بواحد، أول مرة تبقى باتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، خمسة اللي هي كاونتر أقل من أو تساوي فعلاً أو تساوي، تمام؟ الخمسة تمام. طب ستة؟ لا أقف. إذا من غير اللاين ده، بص لو عملت ران هتلاقيه دخل في انفينيتي، شايف؟ إلى ما لا نهاية مش هيقف. تمام، واتكلمنا عليها المرة اللي فاتت برضه. جميل؟ جميل. خلينا نطبع هنا سي أوت مثلاً إيه؟ لاين زي ده، عشان بس تفصل ما بينهم ونرن. بص معايا، عندك اول فور 1 2 3 4 5، الهوايل 1 2 3 4 5، تمام. الفرق ما بينهم، الهوايل انت بتكون عارف بدايتك، تمام، والكونديشن اللي انت هتتها عنده والانكريمنت، لكن الهوايل فيها الكونديشن وفيها الانكريمنت، لكن ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش البدايه. واحد يقول لي ما البدايه اهي، هقول لك دي ما تعتبرش بدايه للهوايه، لان انا ممكن اعمل اي كونديشن تاني غير ده، لكن انا بتكلم على الامبلمنتيشن ذات نفسه. هل ده جزء من الهوايه؟ لا، ده مش بارت من الهوايه، مش جزء من الهوايه. لكن الاي ديت، يعني لو شفت ديت هل ينفع اعمل كده؟ ورن؟ لا طبعا، هيقول لك ايه؟ غلط، تمام، مفيش مشكله. اذا الهوايل والفور، الفور انت معاك البدايه ومعاك الكونديشن اللي هيحدد هتقف فين، ومعاك الانكريمنت او الديكريمنت الزياده والنقصان. هنا معاك الكونديشن، تمام، بس ويمكن كمان الكاونتر مش معاك، لان ده برضه ده يعتبر كود، انت معاك بس الكونديشن، بتعتمد على الكونديشن، لكن اي حاجه ثانيه انت بتعملها انت بت ايه بتحطها عشان تهندل الدنيا. حلو قوي، يعني ما فيش اي مشكله. الفرق بين الفور والهواي الباين، جميل جدا. واحد واحد يسالني دلوقتي يقول لي مش فاهم برضو، يعني الاختلاف ايه وامتى استخدم ديت وامتى استخدم ديت. هقول لك بكل بساطه، خلينا نشيل ايه ديت ونشيل ديت، نخلي كل واحده بالامبلمنتيشن الحقيقي بتاعها. الفور ديت الامبلمنتيشن بتاعها كده، تمام، وديت الامبلمنتيشن بتاعها كده، تمام. لو انت معاك عدد اللفات، يعني عدد اللفات يعني انت عارف عدد اللفات بتاعتك، اذا تستخدم ايه فور، لانك انت عارف انك هتبدا مثلا من واحد وتنتهي عند الخمسه، اذا تستخدم ايه فور، لانك عارف عدد اللفات، تمام. لكن لو ما انتش عارف عدد اللفات بتاعتك ما ينفعش تستخدم هوايل، لانك معاك كونديشن بس. طب هو اللي استخدمها امتى؟ لو انت مش عارف عدد اللفات بتاعتك. حلو قوي.
اللي هو ازاي برضو يعني في الهوايه. هقول لك انا قلت لك هنا تمام، سيبك من ده خالص اهو، قلت لك عندك انت نم ايكوال 5، قلت لك انت معايا عاوزك تطبع لي الجمله دي 5 مرات باستخدام المتغير ده تمام. حلو جميل. فدلوقتي هتعمل ايه؟ انت عارف انك ممكن تعمل تدخل بقى اللي انت اتعلمته قبل كده في الهوايل ازاي. انا قلت له نم ماينس ماينس، ركز معايا بقى ونرن كده الاول بس كده نشوف ايه ده. ده طبع لي 5 في الهوايل، طبع لي 5 والفور طبع لي 5. سيبك من الفور، الفور ايه مفهومه. الفور قلت له ابدا لي من اول 1 وانت لي عند الخمسه، فدي ايه ما فيهاش مشكله. طب هنا ايه اللي حصل؟ فاكرين البلس بلس؟ ايوه البلس بلس كانت بتنقص من الايه؟ من النم واحد. ففي اول لو قفلوا اللفه كانت بخمسه. تمام. طبعا واحد يقول لي يعني دي هشيلها مكانها 5. طب مكانها 5 قلت لك، ما انا قلت لك قبل كده لو انت فاكر في الاف كونديشن قلت لك اي رقم تحطه هنا هيديك ترو مع عدد زيرو. يعني لو حطيت حتى سالب سالب واحد او سالب اثنين او سالب ثلاثه هيديك ترو. الرقم الوحيد في الكونديشن لو حطيته عشان يقفل هو الزيرو. فانت عندك كانت 5 ده اول لفه، ثاني لفه بقت 4 عشان نقصت، ثالث لفه بقت ايه 3 2 1. يجي عند الزيرو، الزيرو معناها فولز، وشرحناها اكتر في البوليان لو حد فاكر، لو حد متابع يعني تمام. فالصفر ايه يقف، اذا هو طبع لي كام 5 مرات. اذا هنا لو قلت لك مثلا ابدا لي من 5 وانتهي عند 10 استخدم الفور، لكن ما انتش عارف البدايه والنهايه ومش عارف عدد الراوندز بتاعتك او اللفات، فانت ايه استخدم الهوايل. طبعا انا عاوزك بس دلوقتي تكون فاهم الدنيا ماشيه ازاي وايه الفور وايه الهوايل والفرق ما بينهم، لكن ان شاء الله وانت بتطبق في المسائل وفي البروبلم سولفنج الموضوع هيبان معاك جدا. لو انت بس تفهم الفور بيتعمل ازاي وهو بيتعمل ازاي والدنيا بتاعتنا ماشيه ازاي هتلاقي الموضوع بسيط جدا، والمسائل تعوض الجزء الايه العملي بقى اللي يثبت المعلومه فيك اكتر. 10 على 10. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في اي حاجه مش واضحه ومش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينك الانتات في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.